ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد تقرير الورود أو موضوع الورود، ومن الورود إلى جمال النباتات ورائحة النباتات الجميلة. الريحان خفيف المحمل طيب الرائحة، هذه النبتة التي هي تعد من أفضل النباتات العطرية، وأيضا ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية. يعني هذه النبتة كيف أنه إحنا نهتم فيها خاصة في هذا الفصل وهذه الأشهر، يعني تكون النباتات يعني أكثر عرضة إلى أنه الأصفرار، إلى أنه تذبل. يعني حتى أنا تحت الهواء كنت بتكلم وبسأل ضيفتنا على النباتات اللي عندي بالبيت أنه كيف أصفرت، كيف صار شكلها، إيش أسوي فيها. فأكيد إحنا محتاجين إلى بعض النصائح من أصحاب الاختصاص، وما أجمل من ضيفتنا الجميلة بالاستوديو، بحيث أنه إحنا أكيد ناخذ منها بعض النصائح حول النباتات وطريقة العناية فيها. السادة عبير محمد، هلا وسهلا فيك يا عبير. الله يسلمك. يعني دائما عبير بتكوني معانا تعطينا مجموعة من النصائح حول النباتات. اليوم حبينا انه احنا نتكلم بشكل تفصيلي اكثر حول نبتة الريحان، تلك النبتة الجميلة اللي هي سهلة الزراعة، كمان سهل تواجدها بالبيت. لكن خلينا نتكلم عن الريحان، كلمينا شوية عن جمال الريحان. الريحان مثل ما تفضلتي ذكرتي ذكر بالقرآن بآيتين عظيمتين، الواقعة وسورة الرحمن، فهذا التعظيم له ودليل انه يعني شيء عظيم وكويس كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال من أعطي الريحان فلا يرده، فهو خفيف المحمل وطيب الرائحة. فهذا دليل أنه الريحان له فوائد كثير عديدة. طبعا نحن الفوائد العديدة الطبية والجمالية، يعني هي مو اختصاصنا، نحن بنحكي عن الفوائد المنزلية كزراعة كرائحة. فبتحسي واسمه الريحان لأنه يراح له، بتحسي انك بيلفت لك نظرك، ماشيه بمكان وحسيتي شميتي ريحه الريحان، بتحسي التفتي لناحة، فيراح له، لذلك سمي الريحان. وكمان بيقولوا لك انه هو من باب الرزق، فيقولوا مثلا سعيت بريحان الله، رزق الله، فهو كمان بيعطي الرزق. يعني ناس كثير بتتفائل فيه. جميل. بالبيت سيدات البيت ما بدك بدي اقول لك انه دائما بحسوا الريحان كرائحه كمشروب للاستعمالات المنزليه ككل، طبيخ الكذا. فالريحان والنعناع وهالاشياء بتحسيها ست البيت من ديكورات المطبخ، فضروري انه يكون عندها موجود. مثل ما قلتي منى انه زراعته سهله، وبالمقابل كمان صعبه شوي. هلا هو سهل انه بتحسي انه خلص حطيتيه ما شاء الله وبيفرع. فعاده نحن الريحان لما بدنا نزرعه اول شيء بدي لك انه شايفه هدول البذور نحن تركناها قصدا، مجرد ما وجدت تركتيها انت هون محطوطه بتعطي الوراق ريحه، يعني او بتخف ريحه الوراق وبصير فيها حدوديه. فممكن يعني تضرها اشيلها بالضبط. فمجرد انت ما لقيتي الزهور هي ضروري انك تقيميها. ممكن اذا كانت لساتها زتيها بقلب التربه تنبت نبات جديد. ممكن انك تقيميها، انت لقيتيها يبست مثلا مثل هون يبست تماما، فانت شيليها. لا بس يعني ضروري حكما انك مجرد ما شفتي زهور الريحان انبتت انك تشيليها، لا لانه ما بتقعد بتخلي النبته تنمو. ومثل ما قلت لك بتعطي بالضبط، وبتعطي الاوراق بتخفف من ريحتها وبتعطيها حدوديه، يعني انت بدك تستعمليها للطبخ، انك تشربيها بتحسي انه تقولي ليش طعمتها بالضبط. فانت مباشره مجرد ما شفتي انه، ويفضل مثل ما بنحكي انه دائما بتقيمي من عند العقده من تحتها بشوي من اساسها نفسها بالضبط. فانت بتقيميها بتشيليها اذا بعمل مقص خاص او اذا بدك تقطعيها بسكينه بايدك باي شيء. هلا هي يبست فصار صعبه انه نحن نقيمها. تمام، فانت قمتيها بهالشكل هذا، ممكن انك تحطيهم بالتربه ازرعها من جديد. لا البس البذور لانه هي حتعطي بذور. هلا هي يبست هي ما اعطتك، بس اما تمسكيها هيك بتعطيكي بذور من جديد. بتعطي البذور اذا كانت لسه لسه بتصير لونها اسود شوي، فبتكون لسه ما نشفت. فمجرد ما عملتي لها هيك اعطتك بذور حطيتيهم قلب التربه اعطتك نبات جديد. جميل جدا. طيب يعني عبير في ظل الاجواء الان الشتويه تغير المناخ بشكل كبير جدا، كيف اقدر أهتم بنبتة الريحان تحديداً؟ كيف أسقيها؟ كل كم يوم؟ إذا حابة أنه أنا أزرعها من جديد يمديني أزرعها الآن ولا لا. ما يمديني؟ لا طبعاً لا. النباتات ككل ما حنحكي عن الريحان، النبات ككل بفترة الشتاء أعطي راحة خلاص، ولا أفكر أزرع جديد ولا تسمدي ولا تعملي له شيء. لأنه النبات بيكون فترة نقاها، مثل الإنسان بتحسي بالشتاء بيكش بدنك وبدك تعدي، فبيصير في سبات تركي ريحي بالشتاء، خلي النبات يرتاح، لا بنزرعه لا بنسمده لا بنسقي كثير. ننتبه لهالموضوع، موضوع الرطوبة انه ما بيكون له في رطوبة عالية. ننتبه لموضوع، شفتي لي هي النبتة كيف مايلة؟ فهلا ليش مايلة؟ لأنه بالشتاء بتكون الشمس قليلة. أنا مثلا نقلت النبتة أول شيء بدي انقلها من الحديقة، إذا كانت عندي بالحديقة بدي انقلها لداخل البيت عشان ما تعطيه السقيع، هو ما بيتحمل السقعة. حتى إن كانت نبتات خارجية. إن كانت نبتة خارجية، أنتِ حبيتي إنك ممكن تنشال معك.
يعني مو مزروعه بوسط الارض. اي لا انا فاهمه، بس انه في نباتات اللي هي بتكون خاصه. هو ريحان خارجي، انت فيك تحطيه خارجي، اذا ما بدك تحطيه بالمطبخ قدام الشرفه فيك تحطيه خارجي وبيكون احلاله يعني. حلو. هو بيحب الشمس لانه، بس ما بيحب السقيع فما بتحمل. فانت بدك تفوتي، ما مثل ما قلتي نجي دغري فوتنا لجوا زي ما الغلطه اللي انا سويتها. لا فوتيه بالتدريج لانه مشان ما يصير عنده مثل الصدمه، دخلتيه من مكان بارد او حار جدا، دخلتيه لل او بالشتاء مكان بارد للدفى مباشره اكيد لا، حطيه بمكان قريب يعني ظل عند الحديقه تبعك. ردي بعد يومين ثلاثه دخلي لجوا، بعدين بتدخلي من مكان بدك تحطيه. لا تعرضي لدفى المكيفات كثير. ما بيحبها يعني هو، خلص دفى الشرفة الجو الطبيعي. بالضبط. دف عندك شباك حطيتيه على الشرفة، ممتاز. شو بيصير عنا؟ انه انت وقت تحطيه ناحية الشرفة الشمس كونه قليلة شوي، فصيري انت دوري كل فترة دوري له بالضبط النبتة. مشان انه شو مثلا تاخذ الشمس من كل الجهات. حلو. لانه مجرد ما اخذت الشمس من جهة واحدة مال مالت باتجاه الشمس. سبحان الله. فانت لا كل يوم دوري القصيص تبعك مطرح الشمس تكون مرتكزه مشان بالضبط، فبتحسي انها ثابته واقفه تماما. السقي اهم شيء ما نكتر، يعني نحن هلا ريحان بحب التربه الرطبه صيفا، شتاء التربه تحت الرطبه، بس تحسيها جفت اسقيها. اتحسسها من فوق خفيفة. اللي هو العادي بالضبط. مجرد قلنا بتحط قلم بنحس انه القلم ما عطى تراب عليه معناتها نشفت التربه، فانت اسقيها. وما بيحب المي كثير لانه ممكن تخنقيه يعني. يعني بالشتاء اسقيها اللي هي السقيه العاديه حقتها ولا ابدا اقلل من كميه الماء؟ طبعا لانه بالشتاء ما بيعود بيطرح كثير بخار، ما في شمس، قليل السقي. مجرد ما حسيتيها بلشت تنشف شوي اسقيه، يعني هي الريحان بالذات لا بيحب الجفاف ولا بيحب كثره الماء. خلي الامور اوسطها، وبالشتاء اكيد بتقل. بيقل نسبة التسميد، والريحان بحب التسميد بحب السماد، لازم تغذي بالشتاء أكيد كتير خفيف لأنه مثل ما حكينا طور الشتاء بيكون بسوبات. خليه يرتاح النبات بالليل. إذا حبيتي تزرعي من جديد أول الربيع. أول الربيع تحطي. بدي أعطيكي نصيحة أنك ما تحطي نباتات الريحان إذا كنت تزرعيها بشتلة أو بزور، ما تخليه قدام بعض، أعطيها مسافة لأنه ما شاء الله الريحان بسرعة فبتقعد تاخذ راحه النبته. خلي بين مثلا بذره او تنتين بس بالحوض. لا اكثر ان شاء الله. اذا عندك حوض كبير بالحديقه برا خلي مسافه بيناتهم لانه الريحان بسرعه بينمو. ما بياخذ راحته اذا كنتي لازستيهم ببعض. جميل جدا. فخلي. طيب ايش اهم النصائح يعني عبير بتعطيها لنا خاصه في هذه الاجواء غير انه احنا ما نسقي النبته كثير؟ في نباتات بتذبل، لما انا تذبل مني النبته في هذا الموسم خاصه في الشتاء ايش اسوي فيها؟ اكبها ولا استنى عليها ولا ايش النصائح اللي بتعطيني اياها يعني؟ لا لا اذا ما يبست لا تكبيها. ايوه تركيها لان النبات الطبيعي انه حيهر ورقه لانه مو دائم الخضره. فيها انت عندك نباتات المي ما بتكون دائمه الخضره، هلا مثل الصبار مثل النباتات بتحسيها انه خضارها دائم، هي ما بتضرها الشتاء يعني بتخفف نموها، ما بياثر عليها. لا لا بس بيخف نموها يعني بصير بطيء مثل ما حكينا انه بدها ترتاح في الشتاء. بس اما لا ما بينام. بس مثل الريحان مثل بتحسي انه هو ضعيف يعني فبلش انه تبس الغصن نفسه. بالضبط بيبس بصير لونه بني بيعطي لليبس، الاوراق عم تهر طبيعي يعني الشتاء. بس اخليها اتركيها انت ما دام محافظه عليها اتركيها، بس مثلا تجيتي بعد اول ما ببلش الربيع يجي، هلا كونه بالمملكه الشتاء تبعها قصير ما طويل فدغري بيجي الربيع مباشره، انت قلميها بمسافه كويسه يعني قيمي منها، لو بتحسي يابس تقولي انا حكبها لا تكبيها، قيمي منها قسم كبير قلميها بقسم جزء كبير من النبته نفسها اتركيها. حلو. تلاقيها طلعت لحالها على اول الربيع. يعني الطبيعي انه يهر ورقه والطبيعي انه يبس، الدنيا شتاء يعني مثل ما حكينا انه الانسان بتحسيه كاشش، فكيف النبات؟ لا تكبيها اتركيها ما دام انت عم تعتني فيها اعتناء طبيعي باذن الله بترجع بتنمو من جديد وبتعطيكي. هو ككل الريحان ما عنده عمر طويل زياده بس كونه حكينا انه هدول البذور لحالها ممكن تهرب التربه تنبت من جديد فبيعطيكي نبات جديد. جميل جدا. طيب يعني عبير كمان خلينا نتكلم شوي عن الزهور اللي احنا دائما احيانا بتكون موجوده معنا بالبيت بالتربات، برضو بتيجي على موسم الشتاء بتلقيها صفرت دبلت كذا، ايش اسوي فيها؟ ايش النصائح اللي بتعطيني اياها اسويها بحيث انه احافظ على هذه النبته، ولا بخليها زي ما هي وببدا اسقيها على فترات مختلفه، ولا ايش بالضبط؟ بالضبط. هلا اذا عندنا حديقه وانا نباتاتي محطوطه بحوض ما فيني انقلها، الافضل انه اذا كانت بقصيصات او احواض صغيره انك تنقلها لداخل المنزل الافضل. يعني بتحميها من السقيع.
بس مثلا ما بقدر انقلها، هي بحوض ممكن تعملي لها مثل السقف الجيلاتين مظله بالضبط مشان تحميلها للصقيع، ما يعني نبات ما بتحمل للسقع اذا كانت مرقت فترات صقيع قويه. وقت بتكون مشمسمه شوي بتقيمي المظله مشان هي تاخذ الضوء، يعني على المقل 8 ساعات تاخذ ضوء. لو اعطيتيها ضوء صناعي انت اضاءه للحديقه تبعك اعطيها اضاءه صناعيه ممكن. بالليل حكما لازم تجلليها لانه الصقيع بضرها، بس تركيها انت سقيها مثلا ميه المطر من زيت المطر ما في اكرم منها لحالها التربه انسقت ما تقربي عليها ابدا. ايوه البخبخه كنا نحن قلنا انه ضروري نرطب النبات بالصيف نبخه كمان بالشتاء ما بيحتاج لانه لحاله ما بيطرح كثير. مجرد ما لقيتي هلا مثل هون النبته عندك الثانيه حسيتي تربتها ناشفه اسقيها نسقيها، تربتها نشفت نسقيها، مو لتجف برجع بقول لك منى مو لتجف تماما، لتحسي انك سقطتي القلم او اي شيء غزيتيه بالتربه انه طلع ما عنده علم فخلص. وكمان ما قدرنا ندخل القلم لا ما بصير ده، يعني هي بحاجه ماء بس انك تحسي دخلتي القلم امتي القلم ما في عليه تراب معناتها النبته بحاجه انك تسقيها او منه كشكل خارجي. والافضل انه كل فتره لو بشوكه باي شيء تنتش التربه اقلبها بالضبط بهيك بشكل بسيط من فوق اي بالضبط يعني انك تدخلي تحت لا 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 بهالشكل هذا انه انت بحيث انك تخلي التربه تاخذ هواء جميل ما تضل مخنوقه. هلا ممكن احيانا تكوني مالك منتبهه سقيتي النبته عندك ولد صغير سائيه من غير ما تنتبهي فالتراب رص على بعضه فالنبته بتحسيها بلشت تختنق بتتنفس بالضبط حيتي بالشوكه خاصه اول شيء انك غزوزيه فيها بتحسي انه النبته رجعت انتعشت من جديد جميل. وعلى الربيع نبلش نسمد الريحان حكما لازم بالشهر مره تسمدي طيب. اذا حنتكلم عن طريقه التسميد يعني عبير اذا في احد بيجهلها او ما بيعرف كيف انه هو يسمد النباتات داخل البيت كيف الطريقه او كيف الخطوات للتسميد بالضبط. هلا اذا كانت نباتاتك مثل حوضك صغير ممكن بيكون سهل الاعتناء فيها بالضبط، يعني تسمديها باشياء انت خاصه بالبيت، بميه البيض اذا كنت عم تسلقي بيض بتحطي لها ميه بيض، ممكن تحطي لها ميه الخضار اذا عم تسلقي خضار مره بالشهر بالضبط إيه. انه بدل ما تسقيها بمي عاديه بتسقيها بهالشغلات هي ممكن مي وسكر، يعني اذا بتحسي انه النبته بلشت تصفر بيكون ناقصها شويه بوتاسيوم بتحطي لها مي وسكر. كنت قايله قبل هالمره المجدولين انه الموز قشر الموز كثير مهم للتربه بيعطيه نسبه بوتاسيوم عاليه فممكن انت اذا عندك حديقه حطيتي مع التربه قشر موز ودفنتي يعني لحاله بتفتت ويقابل القشر لحاله كذا زي ما هو بالضبط اكل طفل الموز وحطيت القشره هو القشر الموز بيتحلل حكما بالتربه يعني مع مرور الايام بس بيغذي التربه كثير جميل. فاذا انا نباتاتي داخليه مثلا وبسيطه ما بدي اني اجيب سماد خارجي، واذا كان عندك مثلا مثل شجيرات او حديقه كبيره بدك تسمديها في السماد بيكون مثل الحبيبات بينباع عند اللي بيبيعوا المشاتل يعني جميل فممكن تجيبي معلقه او معلقتين يعني هو الافضل اذا المكان واسع شوي معلقتين بتذوبيهم مع مي بتكتشيهم مع التربه جميل جدا فهذا هو السماد. الاهم المي هون مالحه من كثير بننبه على موضوع وقتك تسقي نبتك لا تسقيها من الحنفيه مباشره يعني المي الصحه افضل ابدا مي الصحه اذا ما عندك مي صحه انت عبي بخلي وعاء خاص للنباتات عبي المي المساء وتركيها لثاني يوم بعدين خلاص بترسي الاملاح تحت فبتكتيها او مية المكيف هي افضل شيء انك تحطي تحت المكيف بدون خاص للنباتات. يعطيك اكيد الف عافيه عبير يعني على هذه المعلومات الجميله بخصوص الريحان وبخصوص النباتات. ان شاء الله بترجع نباتاتك احسن من اول ان شاء الله. يعطيك العافيه ان شاء الله. سلمي اعزائي المشاهدين وقفه سريعه اكيد وراح نرجع للشيف فاطمه لكن خليكم معنا بعد هذا الفاصل.